التأثير الاجتماعي وانطوت. انطوت المساجد. واللي ما شاركوا في قتل في نصرة الإمام الحسين انطوا في المساجد. والقسم الثاني شنو؟ القسم الثاني ارتد اصلا عن ربطة الإسلام، رجع للخمر والزنا. والروايات المؤكدة تكون كان الإمام السجاف سلام الله عليه للي يستحق طبعا كان يرسل بعض الأشخاص في سبيل يهديهم وكذا ويرجعهم. ونفس القضية بعد وفاة رسول الله كان أمير المؤمنين يرسل سلمان وعمار يسترجع قسم منهم. ردة صارت ردة، اختلطت عند الأمور. القسم الثالث ما يتحمل هذه الصدمة، مو قد هذه الصدمة، بل يترك العمل الصالح أصلا المأمور به، وهي وصية الزعيم العراقي مقتدى الصدر، وهو الخروج بالتظاهرات والاستمرار على رفض الفساد والفاسدين والوقوف مع الإصلاح والمصلحين. هذا ارتداد. لذلك وردت النصوص الصريحة مثل اختيار الرجال للكشي، وردت نصوص صريحة أن بعد رسول الله لم يصمد إلا 4 نفر، وعلى مستوى التحقيق لم يصمد إلا 3، سلمان وأبو ذر والمهتم. وفي روايات يقول الإمام الصادق إذا أردت الذي لم يشك ولم يدخل في قلبه شك وارتداد فهو المقداد. فالراوي يستغرب، طبعا هذا مو ارتداد عن أصل الإسلام، لا، ارتداد عن الإيمان بالأئمة، وفرق شاسع يعني لو يحصل المجال. فقال له وعمار، قال له عمار جابه جايبه، شنو أمير رسول الله يقتل أمير المؤمنين ينسحب هذه السحبة هجوم على دارة؟ ما استوعب هذه صدمة. وروايات صحيحة وأكثر من طريق وصحيح، وفي مصادر صحيحة وصحيحة إعلائية هم سند. يقول له فما بال سلمان، يقول له سلمان كان ينظر إلى أمير المؤمنين ويقول إن عند علي بن أبي طالب اسم الله الأعظم، فلماذا لا يدعو على الناس؟ إيه كلام صحيح، علي بن أبي طالب عنده الاسم الأعظم، إيه الاسم الأعظم إذا ذكر علي بن أبي طالب تباد الأرض ومن عليها، إيه نعم، ليش ما يذكره؟ أنت إمامك ساكت ما جاي يستخدمه، شلون أنت تتكلم على إمامك وتملي ما يفعله؟ هذه نقطة ضدك، لازم عليك تطبق أمر القائد وانتهى. نقطة الصفر. وأبو ذر الراوي المفضل وجابر بن يزيد الجعفي، جابر يقول له وأبو ذر، يقول له أبو ذر أمرناه بالسكوت، بلزم الصمت نصا، يقول له أمرناه بالسكوت فلم يسكت، بدأ يتكلم على فلان وفلان إلى أن قتل. أتريد الذي لم يشك طرفة عين ولم يرجف قلبه فذلك المقتدى. هذا الواقع. ارتد الناس من بعد قتل الحسين إلا 3، يحيى بن أم طويل وأبو خالد الكابري وابن المسيب، هذول 3 فقط الثبتة. وإلا شنو أنت؟ يزيد عاق شاق منكوح في دبره، وهذا الثابت تاريخيا، يقتل سيد شباب أهل الجنة، وثاني يوم تفتح المحلات وكذا والعصافير تطلع والشمس تطلع وماكو شيء. الناس ما تتحمل هذا الموضوع، بعض الناس الغير ممحصين الغير واعين ما يتحمل هالموضوع. ارتدت الناس من بعد قتل الحسين إلا 3، أبو خالد الكابري وابن المسيب ويحيى بن المطوي. ويحيى بن المطوي قام يستخدم التقية من بعد قتل الحسين، قام يطول شعره ويحط عليه جل خلوق ويحط الريحة ويلبس الأحمر ويحط في ذؤابات وقلايد في كذا ويمشي متمخترا شقي ما حتى يبعد العين عنه. هاي موجودة روايات ونصوص كثيرة على أسلوب التقية عند عند يحيى بن أم طويل، وهو من أبواب الإمام السجاد، اعتبروا الأئمة من الأبواب من الأوتار. هذه المرحلة الثالثة هم يسقط بها الكثير في الصدمة والارتداد وعدم فهم تطبيق وصية السيد. هسه هذه المراحل الثلاثة انتهت، نجي على مرحلة اللي راحوا يثبتون من المؤمنين من المخلصين من الواعي، من بين قوسين ما اريد اطول بين اللي راحوا يطبقون وصية الزعيم العراقي مقتدى الصدر. هذول راحوا يخلصون من التمحيص ومن الاختبار؟ لا، ما يخلصون من التمحيص ومن الاختبار. القضية الأولى اللي راحوا يسقطون بها يا اما ينجحون ويا اما يفشلون هي الفترة، يعني البعد الزمني بعد القيادة. وارسلنا بسم الله الرحمن الرحيم وارسلناك على فترة من الرسل. أكو فترة بين الرسل، ينبعث نبي ويموت، تبقى فراغ بعض السنين إلى أن ينبعث نبي ثاني. الفترة بين عيسى بن مريم ورسول الله 500 سنة،
هذه الفترة شنو؟ توصيات، تمسكوا بالأمر الأول إلى أن يخرج لكم الأمر الثاني. هذا نقطة على السطر. روايات كثيرة في كتاب الغيبة. كتاب الغيبة أقدم كتاب كتب وأوضح و و و و و وأتقن كتاب كتب في غيبة الإمام الحجة، وهو انكتب. طبعا البعض يعتقد أن غيبة الطوسي قبل، لا، هو قبل غيبة الطوسي بمائة عام، وكو كتاب قبله بمائة وخمسين عام تقريبا، غيبة الفضل ابن شارف. في غيبة الشيخ النعماني يقول النعمان منطقة قريبة من الأعظمية، كانت سابقا منطقة النعمان في بغداد، وهو من أهالي بغداد وسكن الكوفة. الأبي زينب النعماني يقول تمسكوا في فترة الغيبة شنو؟ في فترة الفترة شنو؟ في فترة افتقاد القائد شنو؟ تمسكوا بالأمر الأول حتى يأتيكم الأمر الثاني. تمسكوا بمحمد الصدر، قوانين محمد الصدر، دستور محمد الصدر، إلى أن تخرج لكم قيادة ثانية. تمسكوا بقوانين ووصية مقتدى الصدر، هذا الأمر الأول، إلى أن يخرج لكم قيادة ثانية. اللي ما ينتظر بهذه الفترة واللي ما يعمل بالوصية